السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على كل اخواته وحبايب قلبي اللي متابعيني جوه مصر وبره مصر. مساء الورد عليكم ان شاء الله يا جماعة. دمت زي ما انتم شايفين كده اهوت دمت كذا حتة اهو ان شاء الله. ربنا يبارك للجماعة يا رب. انا هحاول افرجهم لكم الوقت كويس يعني هجيبهم لكم من الجهة التانية هنا. شيل بس الماية كده تمام دي حتة تمام. دي حته اهي وده ديك شايفين ده اهو من السلك اهو. المكان ده عليهم يا جماعه ده براهم عملاق فطبعا المكان ده عليهم اهو ان شاء الله حاجات حلوه. ربنا يبارك للجماعه يا رب. مستواهم حلو. عفوا بقى يا جماعه لو الاضاءه مش مظبطه انا هحاول اجيبهم لكم الجنب التاني كده زي ما انا قلت لكم بالظبط اهو اهو ان شاء الله. ربنا يبارك للجماعه اهو. الفرخ دي كويس قوي على فكره لونهم حلوه فيهم كولومبي وفيهم اللون اللي هو الكوكو دوت اهو ما شاء الله. دي فرخه على فكره السمره اللي قدامي دي فرخه ودي فرخه دي ودي دي ده ودي والابيض دي ديك والتانية دي فرخة يعني هما دول دلوقتي ديكين وأربع فرخات ديكين وأربع فرخات ما شاء الله حاجات حلوة. ألواناتهم حلوة يا جماعة على فكرة فيهم ارتفاع حلو. سراولهم زي ما انتم شايفين كده السراول اهوت اهو الألوان اهي. سعرهم كويس برضك يعني طبعا في ناس بتبيع الكتكوت عمره اسبوعين في ناس بتبيع الكتكوت عمره اسبوعين بيتكلموا مثلا في 150 جنيه الكتكوت و100 جنيه الكتكوت. لا دوت عمره شهرين ونص اهوت الفرخ زي ما انتم شايفين كده اهو عمره شهرين ونص ان شاء الله. والحته احسبها لك 250 جنيه غاوي عشان الكل يرزق. الديك ده قسوله قوي يا جماعه على فكره. الديك ده في ظهر عريض اهو في ظهر سبعه وظهر عريض وهو لسه صغير اهوت السروال بتاعه. وديت برضو فرخه اهي برضو هجيبهم لكم الجهه التانيه كده زمان تمام. دي 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 الديك التاني زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اوضح لكم على فكره المكان ضيق خالص. هم عايزين مكان قد كده مره كمان ولا حاجه اهو. دي الفرخه اهو شايفين ظهره ما شاء الله. دي فرخه السمره دي فرخه اهي. فكده انا عرفتك البراهمه اشكالها ايه وهي عمر شهرين ونص. الوان البراهمه اسعار البراهمه قلت لك عليها. سعر الكتكوت 250 جنيه دمت ست حتت تمام. دول ست حتت اهو عفوا يا جماعه. هو الكاميرا ممكن جايه قريبه جدا فده غصب عني. طيب مواصفات الفراخ البراهمه المحبوب يعني ما يكونش بعرف كبير ولا بورق كبير يعني دلايات ويكون سرواله كبير ويكون ظهر الفرخ شكل السبعه شايفين اهو اهو شايف اهو كده اهو يا غالي اهو شايف اهو تمام. دي الفرخ اللي انا بكلمكم فيها عريض ما شاء الله اهو. فيبقى انا كده عرفتك مواصفات البراهمه وعرفتك اسعار البراهمه. في الوانات بلاك موتلت وفي الوانات بورسلين في الكتاكيت البراهمه وفي الفراخ البراهمه. حاجات حلوه وماسكه نفسها برضه. والحاجات دي كويسه على فكره يا جماعه مميزه جدا اهوت ومستواها حلو وبرضك سعرها حلو للي عاوز يربي ويغوى وعاوز يبيع برضك يعني دمت لاي حد عايز يربي كتاكيت يربي كتكوتين من وراهم يربوهم شويه لما يكبروا ويبيعهم
يعني هم جايين معاك في جميع الحالات. مستواهم حلو ما شاء الله، ربنا يبارك للجماعة يا رب. السلام عليكم.